هنفتقد فريق من الاثنين في مربع الذهبي. قرر خاطف من الهدف. كان عندي امل ان احنا الفقره دي تبقى لينا، بس للاسف الماتش كان صعب قوي. نوران هي نقطة التحول في فريق منارة مودرن في ماتش النهاردة. الحمد لله نزلت وجبت أعلى فقرة تحت الضغط. حاولت إن أنا أخطف الهدف الثاني اللي تجيب لي فريق 25 نقطة. الهدف الثاني. لسه في أمل. مش عارف هنقول هاردات لمين. لسه عندي أمل إن إحنا ممكن نكسب الماتش. خلينا نروح نشوف عجلة الحظ هتودينا فين ومين اللي هيوصل للمربع الذهبي. نروح ونشوف.